خلينا نبدا معاك من البدايه خالص، نشاه محمود متولي وعشت ازاي ولعبت كره ازاي ورحت النادي الاسماعيلي ازاي؟ ما نكلمنا عن نشاتك منذ البدايه وحتى الان. حقيقه كابتن، انا مواليد المنصوره، يمكن والدي والدتي وعائلتهم يعني من المنصوره، دي حاجه انا بعتز وبفتخر بيها جدا. من المنصوره اساسا. بعد كده يعني شغل والدي ووالدتي اتنقل العريش في شمال سيناء، فكانت نشأتي كلها في شمال سيناء، طفولة بقى وذكريات وصحاب وكل حاجة كانت في العريش لحد سن 10 سنين. العشر سنين عملت فيهم كل حاجة كطفل، بيلعب مع أصحابه، بيلعب كرة في الشارع، بيفكر إن هو يبقى عنده طموح ممكن يلعب كرة في مكان معين في مركز شباب. بداية صغيرة يعني كابتن، زي أي حد يعني بيحس ان هو كويس في حاجه وبيحاول ينميها. يعني ما جاش في دماغك ساعتها وانت في العريش في العشر سنين او لو كان لسه 10 سنين ما تعرفش تفكر في الاهلي او في الاسماعيلي او في الانديه اللي انت بتحلم بيها؟ هو انا الحقيقه كابتن، انا بدات تمرين في مكان يعني في مركز شباب ابو سهل، بدات التدريب فيه من انا عندي 7 سنين، كان تحت قياده كابتن فتحي الشناوي، طبعا هو اول من دربني. كابتن فتحي الشناوي اسم عمري ما هنساه في حياتي، لان هو بدا معايا من نقطه صفر، مجرد واحد هاوي بيحب يلعب كره قدم، فهو خده وبدا يطور فيه وبدا يعلمه اساسيات كره قدم. لكن الحمد لله الموضوع اتطور، يمكن والدي كان سبب رئيسي في وجودي مع حضرتك دلوقتي، او في وجودي لانه صدق نفسه، صدق حلم هو بيحلم بيه، ان هو عايز ابنه، شايف ابنه موهبه كويسه وعايز يطورها، عايز يخليه يبقى حاجه كويسه. فضل ورايا لدرجه ان هو دفع فيا فلوس في طفل سنه 10 سنين لسه يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في حياته، يعني مبتدأ حياته. يعني عايز اشكره على الهواء مع حضرتك، فرصه بنتهزها يعني كابتن، ان انا اقدم لوالدي شكر كبير جدا على المجهود اللي هو عمله معايا. ربنا يخليه لك. لولا فعلا ما كنتش هبقى محمود متولي. طبعا الاب ده الشيء الاساسي في حياه كل انسان، والاب طبعا السند والظهر، زي ما انت قلت كده كان سندك وظهرك في وقت انت كنت محتاجه فيها متولي. زائد يا كابتن ان هو كان واثق جدا في امكانيات انا ما كنتش يعني ما كنتش شايفها في نفسي. والدتي كانت مستغربه من ردود فعله على كل تصرفاته، يعني كان في استغراب تام، بدايه من ان هو فكر يوديه مركز شباب في سن صغير جدا، مرورا بفكره ان هو بدا يعني هيبدا يفكر في ان هو يوديه اختبارات في نادي، مرورا لان النادي هيطلب فلوس، مرورا لان هو محتاج يدفع فلوس في ولد صغير بيمشي من مركز شباب يروح نادي كبير. لا الموضوع فعلا يستاهل الشكر. بعد كده وانت بمركز شباب ابو صقل، بعد كده